بسم الله. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وأنت راض لنا، أغن عنا يا كريم يا عليم. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي سرقة ثقة، إنه كان، أي العملية دي الشنيعة، إنه كان حوبا كبيرا، يعني كان إجرام وكان إثم عظيم. يا ستنا إنه ستان لن تعدى فورفي ذات المقاييس ماجور، اي الشرطة فريمون ماجور، ان تتعدى على تيم غافل وهي صغير صاحبة السن وشها ومش عارف حقوقه عليك انت، وتدفع يا ضريبة كافل اليتيم كافل بين الظفرين. واحنا نقول لكم يا ناس ابعدوا، ربي سبحانه وتعالى يبتلينا بالكفالة هذه، فاعلموا انكم تعاملون ضعيفا وتعاملون ثقلا جاهلا بحقوقي. ولهذا ما تحطوش فساد في أموالهم، بل كونوا أمناء على نفسيتهم، وكونوا كذلك نظاف الأيدي في التصرف في أموالهم، ولا تخلطوا أموالكم الخبيثة بأموال النظيفة اللي خلقها الله، لأنك سبب حلال. نسأل الله السلامة في كل حال.